التهاب المفاصل التنكسي أو الفصال العظمي، ويعتبر من أكثر أنواع طبعاً الأمراض شيوعاً، وهو مرض مزمن يصيب المفاصل نتيجة لتآكل وضعف الغضاريف التي تحمي المفاصل، مما يؤدي مع الوقت لاحتكاكها ببعض البعض. تماماً يا سلمى، والتهاب المفاصل غالباً بيصيب الوركين، الركبتين وأيضاً اليدين والعمود الفقري، وكثير من الأشخاص اللي بهنن أكثر شيوعاً الانتشار لهم التهاب المفاصل التنكسي هنن كبار السن. اليوم رح نحكي أكثر عن التهاب المفاصل التنكسي، عن أسبابه وأيضاً عن أنواعه وطرق العلاج وأيضاً الوقاية، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور خالد نمورة، استشاري بجراحة العظام والمفاصل، عضو مجلس البورد السوري للجراحة العظمية ومشرف التدريب السريري للجراحة العظمية بجامعة الشام الخاصة. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور. يعني حكينا هيك بالمقدمة تفاصيل صغيرة عن التهاب المفاصل التنكسي، خليني نعرف منك أكثر معلومات عن التهاب المفاصل التنكسي وشو هي أكثر المفاصل الإصابة فيه. لا، التهاب المفاصل التنكسي هو أكثر أمراض المفاصل اللي بتصيب المفاصل شيوعاً بالعالم حول الكرة الأرضية. هو عبارة عن تخرب تدريجي مترقي متطور بالغضروف المفصلي للمفصل. هذا التخرب بيترافق بإصابة بالعظم تحت الغضروف وإصابة بالأنسجة الأخرى للمفصل، سواء بالغشاء الزليلي أو المحفظة. هلأ التهاب المفاصل التنكسي هو بصيب غالبا المتقدمين بالعمر، وله أسباب ثانية، يعني أسباب ثانوية بتؤدي للإصابة فيه. عفوا، طبعا تقريبا 70% من الأشخاص اللي عمرهم فوق 55 سنة بيبلش الإصابة تدريجية بالتهاب المفاصل التنكسي أو الفصال العظمي أو الفشل الغضروفي. هلا ليش بصير انه التهاب المفاصل التنكسي؟ انه الغضروف المفصلي اللي هو طبقه رقيقه بتغطي نهايه العظم، كل عظمين نحن بنعرف انه بتشكل مفصل. هذا المفصل نهايه العظم بيغطيها طبقه رقيقه من الغضروف المفصلي. شو وظيفته؟ وظيفته بيساعد على امتصاص الاحتكاك او امتصاص الصدمات، الانزلاق، انزلاق المفصل، سهوله انزلاق المفصل اثناء الحركه او المشي او الركض او القفز، وبيساعد على تطابق سطوح المفصليه بوضعيات معينه اثناء تطبيق شدات معينه او تمارين رياضيه او مشابه ذلك، وبيؤدي لثباتيه المفصل. فوقت بصير في خلل بالغضروف المفصلي وبيتخرب نتيجه تعرض لسبب، سواء بمادة الغضروف أو تحت حمول أو شدات أو إجهادات معينة، بيؤدي أنه الغضروف المفصلي ببلش يتعب، ببلش يتشقق، ببلش يتجزع، فبيؤدي له فشل المفصل. نسميه نحن بالنهاية هو فشل المفصل. طب دكتور، اليوم كيف فينا نميز التهاب المفاصل التنكسي عن شيخوخة المفاصل؟ تمام. هلا هي الشبه متقارب جدا بهالنقطة هاي، بحيث أنه اثنين هن مرض تقدم العمر. هلا التهاب المفاصل الشيخوخي غالبا ما بيكون في اعراض سريريه، يعني المريض ما بيعاني من اي شيء الا نوع محدد، انه بحس انه المفصل تبعه قاسي شوي، ما عم يساعده على الحركه، ما في ليونه بالمفصل، ما في عنده الم، ما في عنده اعراض ثانيه اللي بيساويها التهاب المفاصل التنكسي. على الصور الشعاعيه ما في الحالات التغيرات التشريحيه المرضيه يلي بتكون بالتهاب المفاصل التنكسي. هلا ليش بصير مرض الشيخوخه؟ نتيجه الغضروف، يعني مع تقدم العمر او شيخوخه الغضروف. الغضروف المفصلي فيه مواد، هي المواد مؤلفه من خلايا ومن ماده اسمها ماتريكس. هلا هي الماتريكس او اللحمه بنسميها، اللي هي ماده الغضروف، فيها الياف الكولاجين، هي من النمط الثاني، فيها بروتينات سكريه اسمها جلوكوبروتينات، وفيها ماء. النسبة الكبيرة هي من الماء، 80% تقريبا بشكل من الماء، الألياف الكولاجين بحدود 10 إلى 20%، والبروتينات السكرية بتشكل تقريبا من 10 إلى 15%. أثناء شيخوخة المفصل بصير عندنا نقص بالماء، بينما بالتهاب المفاصل التنكسي بصير زيادة في الماء ضمن الغضروف المفصلي. نقص بالبروتينات السكرية بتصير بالحالتين، عدد الخلايا تنقص وقت بصير في تقدم بالعمر او شيخوخه المفصل، بينما
عدد الخلايا بالتهاب المفصل التنكسي طبيعي ما بيتغير نهائيا. هلا بالتهاب بالمفصل او شيخوخه المفصل بصير عندنا انه الياف الكولاجين بتصير قاسيه صلبه، هي من النمط الثاني المرن الطري، ممكن يتعدل للنمط الاول الصلب، فبتلاقي انه بيشعر المريض باليبوسه، بيشعر بيفقد مرونة الغضروف المفصلي، ولزوجة المفصل نتيجة نشفان الغشاء الزليلي مع تقدم العمر بيؤدي إلى نشفان المفصل أو اللزوجة تبع المفصل اللي بتساعد على الانزلاق بتخف، فهي هي شيخوخة الغضروف المفصلي. طب دكتور خالد، حضرتك حكيت لنا عن آلية حدوث التهاب المفاصل التنكسي، خلينا نحكي عن الأسباب. هل هناك عوامل معينة هي تمثل عوامل خطورة تؤدي لحدوث هي الالتهابات، وهل النساء أكثر من الرجال؟ يعني دائما بنسمع السيدات باعتبار بتمر بحياتها حمل وولادة وما إلى ذلك، فبتفقد أكثر من بنيتها، يعني ببنيتها الجسمية والعظمية ممكن تتأثر أكثر من الرجال، أو لا هي ممكن يصيب الاثنين نفس النسبة؟ تمام. الالتهاب مفاصل التنكسي له أنماط كثيرة وكل نمط له سببه. هلا في شيء اسمه التهاب مفاصل التخربي السريع، بصير غالبا بمفصل الورك او مفصل الكتف، بنسميه مفصل مايلوكي، عباره عن تخرب شديد، ما في نتوءات او مناقير عظميه وانما تخرب شديد للعضد، بيوصل لمرحله انه راس الفخذ او راس العضد بذوب بطريقه سريعه جدا. غالبا هذا سببه ترسب بلورات الاباتايت، الهيدروكسي اباتايت، بنسميه التهاب مفصل تخربي. في نوع ثاني اسمه التهاب المفصل الضخامي، المفصل ضخم في مناقير عظميه كثير شديده بتعطيني ضخامه، ولكن التغيرات اللي بتصير ضمن الغضروف وضمن العظم قليله، عكس بعضهم تقريبا. الثاني بسببه ترسب بلورات البيروفوسفات لسبب مجهول، او ممكن اضطراب هرموني معين بالغدد جارات الدرق، او ممكن يكون في استعداد عائلي فيه. هلا الاسباب الشائعه لموضوع التهاب مفاصل تنكسي نحن بنصنفه لنمطين، اما نمط اولي يعني ما في سبب من دون اي سبب نتيجه تقدم العمر، او نمط ثانوي. النمط الثانوي معناته في عندنا سبب ادى الى التهاب المفاصل التنكسي. هذا السبب قد يصيب الغشاء الزليلي، اي نوع من انواع التهاب المفاصل، سواء الرسواني، سواء النقرس او النقرس الكاذب، يلي بصيب الغشاء الزليلي بيؤدي الى التهاب المفصل، وبالتالي هذا الالتهاب بحل المواد معينه بتخرب الغضروف المفصلي بمراحل متكرره او ثانيه بتؤدي لهالنقطه هي. الانتان نفس الشيء، انه اي اصابه انتانيه بالمفصل بتؤدي الى في النهايه اذا ما تعالجت او تخرب الغضروف المفصلي بتؤدي لها. هلا في عندنا اسباب عفوا أسباب ميكانيكية. الأسباب الميكانيكية يعني أنه المفصل عم يحمل جهود وشدات ميكانيكية، في وزن زايد عليه بمنطقة أكثر من منطقة، بتؤدي إلى تخرب، ببلش ببقرة صغيرة وبعدين بينتشر لبقية المفصل. مثلا بالورك عندنا التشوهات الولادية، سواء عسر تصنع ولادي بالورك أو خلع ورك أو داء بيرتز أو انزلاق مشاش، بالمراحل المتقدمة يعني والطفل بيكبر شوي وإله عقابيل محددة، هذا يوما من الأيام سيتعرض لالتهاب مفاصل تنكسي. بالركبة مثلا عندنا روح الركبة أو تقوس الركبة سواء للداخل أو الخارج، تغير محور حمل ثقل الجسم بتؤدي إلى تخرب، في حمل زائد على المفصل بجهة أكثر من جهة، فبالتالي بيتعرض لشدات معينة وممكن يصاب فيما بعد بالتهاب مفاصل تنكسي. في عنا الأذية سواء الرض أو كسر، سواء الرض أو كسر، أو إذا في إصابة بالعظم تحت الغضروف اللي هو الداعم للغضروف المفصلي، يتعرض لنخرة جافة لأسباب معينة وأسباب كثيرة. النخرة الجافة هي النخرة الجافة بتؤدي إلى انهدام السطح المفصلي، يعني انكسر السطح المفصلي أو الغضروف المفصلي، فمعناتها أنه حيوصل لمرحلة تنكس. هلأ في أسباب متعلقة بالصحة أو بالسمنة، زيادة الوزن أو الإجهادات أو التمارين الرياضية، بصير في ضغط على القدمين، بصير في ضغط، بصير وزن زائد وخاصة على مفصل الركبة، فهي كلياتها بنسميها ضمن الأسباب الميكانيكية. في أسباب ثانية متعلقة بالوراثة،
سواء متعلقة بتشكيل ألياف الكولاجين أو الإصابات اللي بتصيب ألياف الكولاجين بالغضروف المفصلي، خاصة النمط 2 اللي هو المشكل الأساسي للغضروف المفصلي، أو إصابات يعني حالات وراثية متعلقة بالبيولوجيا أو الكيمياء تبع الغضروف المفصلي، سواء البروتوجلوكينات أو البروتينات السكرية أو عديد ذاك السكاكر المخاطية، هي أمراض استقلابية ممكن تساوينا على النقطة. هلا نسبة الإصابة طبعا النساء أكثر من الرجال. السبب لوحظ أنه بالإحصائيات اللي عنده التهاب مفاصل تنكسي أنه أغلبية المرضى هن من النساء بعد سن الياس أو انقطاع الطمس. حتى خلال فترة الطمس بالنسبة للسيدات ممكن يصير التهاب مفاصل تنكسي بالإبهام، بقاعدة الإبهام نسمي التهاب مفاصل تنكسي بخلال فترة انقطاع الطمس أو سن اليأس أو ما بعد سن اليأس. فربطوا هذا الموضوع أنه العدد الزائد من الإصابات عند النساء بهالعمر هذا بعد انقطاع الطمس قد تعزى إلى غياب هرمون الإستروجين بالنسبة لهالقطاع. تمام دكتور. اليوم في أشخاص ما بيصيبون التهاب المفاصل التنكسي، أو مثل ما بيقولوها بالعامية إنه هذا كبر صار كبير بالعمر ولساته صحته لساته الشباب، هدول الأشخاص هل اليوم هنن نمط غذائهم الصحي من الأساس جيد، أو هنن ما بيجهدوا حالهم بأعمال، أو هنن متابعين يمكن بنشاطاتهم الرياضية بالإضافة لمثل ما ذكرت إنه النمط الغذائي؟ تماما. هلا التهاب مفاصل تنكسي بيرتبط ارتباط جيد بالبنيه العظميه لكل شخص، سواء بحجم العظم او بتركيب العظم. فالبنيه العظميه او الغضروفيه للمفصل وللعظم تختلف من شخص لشخص، فلذلك في اصابات او مرضى صغار بالعمر ممكن يتعرضوا لشدات محدده واجهادات محدده ما بيتحمل الغضروف ضعيف شوي نتيجة البنية التركيبية تبعه، بينما في ناس كبار كثير بالعمر رغم يتعرضوا لنفس الجهد ونفس الإجهادات ولكن بيتحملوا هذا الشيء وبصير عنده التهاب مفاصل تنكسي بسن متقدم جدا. فالسبب هي بالبنية الغضروفية أو البنية العظمية للمريض. طيب دكتور، اول شيء تفضل. احنا شفنا لك رئك ونحن اسئلتنا كثير الاعلاميين، بس يعني بتعرف يعني الناس كلياتها بهذا الوقت تعتبر هي المساحه الطبيه ضمن البرامج الصباحيه استشاره، يكون عندهم كثير اسئله واستفسارات فبيحبوا يعرفوا، وهي الامراض صارت شائعه، يعني اليوم كثير صرنا نسمع انه في امراض كانت مرتبطه بتقدم السن مثل ما حضرتك حكيت ببعض، ولكن هل نمط الحياه بمثل هذا النوع بيأثر؟ يعني اليوم مثلا سمعنا بعض الابحاث انعملت انه مثلا اللي بيشربوا كثير مشروبات غازيه طلع المشروبات الغازيه لها تاثير كبير على العظم، يعني احد الاشخاص من اللي بيشربوا كثير مشروبات غازيه تعرض لحادث، الدكتور قال له انه انت بسبب يعني انه انت كثير تتناول هي المشروبات صار تاثيرها على العظم عندك اكثر من غير اصابه بسنك وهو شب، فهل هذا الشيء ممكن كمان يكون نقول عوامل الحياه النمط الغذائي ممكن يكون له تاثير؟ هلا بالنسبه للمشروبات الغازيه يعني تاثيرها على الغضروف المفصلي حتى الان ما في، او على العظم بشكل عام يعني مو بس على تمام على الغضروف المفصلي ما في دراسات اثبتت ذلك يعني من ناحيه العلميه، بينما على العظم الا تاثيراتها بالنسبه خاصه العظم الاسفنجي له تاثيرات تعمل ترقق عظام مظبوط هذا الشيء تلعب دور بتخلخل العظام او العظم الصلب بالنسبه للمشروبات، بينما مثلا من ناحيه التغذيه نقص فيتامين كاف او سي او فيتامين دال متهم بانه ممكن يساوي التهاب مفاصل تنكسي. بعض الدراسات اكدت ان نقص الفيتامينات الثلاثه هذول ممكن عوامل خطوره لفيما بعد يصاب الشخص بالتهاب مفاصل تنكسي. طب دكتور، اليوم اكثر الناس عم نلاحظ انه عندها نقص فيتامين دال وعم يعملوا تحاليل، او حتى احيانا انه صار الكل عم ياخذ هي الادويه، ادويه فيتامين دال، هي انت حضرتك عم تذكر انه هي من احد الاسباب، معناتها اليوم باعمار صغيره ممكن انه الاشخاص ينصابوا بالتهاب المفاصل التنكسيه. هلا مو بالضروره يكون سبب رئيسي، ولكن من احد الدراسات العوامل. قد
قد فيما بعد يعني نقص فيتامين د وضعف العظم ممكن يلعب دور بهالموضوع هذا. دكتور إبر الزيت يعني بنسمع كثير عن هذا الموضوع وهي العلاجات، هل لها دور بالتشافي او لا؟ حسب مرحلة التهاب مفصل تنكسي، التهاب مفصل تنكسي بيمر بمراحل أربعة. بالمرحلة الأولى للمتوسطة ممكن إبر الزيت اللي هي حمض الهيالورونيك أسيد هو وظيفته إنه بيعطي لزوجة للمفصل، بيساعد على تزييت المفصل أو تشحيم المفصل يعني. معناته بالنوع اللي فيه اللي كنت عم تحكي عنه اللي بيكون فيه رايح الغضروف هذا بيفيد؟ لا، قبل ما يفقد الغضروف المفصلي، مجرد ما انفقد الغضروف المفصلي معناته انا دخلت بالمراحل الاخيره اللي هي المرحله النهائيه اللي تخرب نهائيا الغضروف المفصلي. بينما بالمراحل الاولى وقت اللي بيكون التشققات الغضروف ضعيفه او ناشف، او بالنسبه لشيخوخه الغضروف قبل ما ندخل بالتهاب مفصل تنكسي فيما بعد، ممكن تفيده ابر هي الهيالورونيك اسيد. لانه نحن التهاب المفصل التنكسي مثل ما حكينا بالغشاء الزليلي هو اللي بيفرز حمض الهيالورونيك اسيد يلي مسؤول عن تزييت المفصل او تشحيم المفصل من له باللغه الطبيه. فوقت بينقص هذا الحمض فمعناتها انه عمليه التزييت المفصل بتكون ضعيفه، فبنضطر انه بنعطي هالحقون هي لحتى تساعد على تزييت المفصل. لها تاثيرات دكتور جانبيه الابر؟ لا، ما لها اي تاثيرات جانبيه بالنسبه لابر الزيت يعني نهائيا. تمام دكتور، اكيد بختام فقرتنا بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، معلومات وفيره، واكيد نتمنى الصحه والسلامه للجميع، وشكرا لك، بقيه نهار حلو لك. اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور. شكرا لكم.